الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا ألا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد رضيت عنا وأريتنا منازلنا من الجنان. اللهم اختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين، اللهم اختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. أيها الأحبة، في روضة من رياض الجنة، أسأل الله ذي المنة أن يختمها لنا ولكم برضوانه، وأن ننادى من السماء في ختامها قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، سأتحدث عن دواء من صيدلية النبوة، هذا الدواء نحتاجه جميعا، وإلا فإن العيش فوق الأرض والله إنه من العذابات والآلام بمكان أن الإنسان يتمنى في بعض الأحوال بطن الأرض لا ظهرها، من كثرة ما يسكب على قلبه من الهموم والغموم والآلام. لكن أبشركم أن للهم والغم والحزن له دواء يجتثه عن بكرة أبيه، إي والله، يرحل به عن الصدر والعين والقلب، إي والله. والعجيب أن بعض المهمومين ولا بد أن يمر على قلبك الهم، أنت في الفانية، أنت في الدنيا، أنت لست في الباقية، أنت في الدار الأولى ولست في الآخرة. لذلك لا بد أن تعلم أن محمدًا عليه الصلاة والسلام بكت عينه وهو يرى أصحابه يعذبون، وبكت عينه وهو يرفع ابنه إبراهيم عليه رضوان الله، وبكت عينه صلى الله عليه وسلم وهو يقبض بناته زينب فرقية فأم كلثوم رضي الله عنهن. ما سلمت الدنيا من الهموم لخير من وطئ الثرى، أفتسلم لي ولك؟ وقبل أن أتحدث عن دواء هذا الغم وعلاج ذاك الغم والهم، اعلم أيها الحبيب أن الهم مكفر للذنب. يا الله من فضلك، نعم والله، إن غمك اللي في قلبك إنه يحط عنك الذنوب والسيئات. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. آلامنا جميعها عند الله مدخرة، كل الدموع اللي قد ذرفتها حزناً على فراق غال، إبرة الأنسولين يا من تأخذها لأنك مريض، والأقراص التي تأكلها وتبتلعها يا مريض، وذاك الذي يغسل الكلى، وذاك الذي يغسل والدته أو والده أو صفيه من أهل الدنيا، والله إن احتسبت الآلام إنها تصلك إلى أعالي الجنان. الملائكة في الجنة يدخلون على أهل المصائب أو على أولئك الذين دخلوا الجنة، ماذا يقولون لهم؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. هناك أيها الأحباب تنتهي الأحزان، لكن لا بد أن نحتسبها. الله شاء لهذه الدار الحزن والغم والهم، ما اجتمع فيها أحد إلا وتفرق، ما حلت إلا أوحلت وارتكست، ما يسفو فيها مشرب. لا بد أن تعلم أن الله كدر عيشها
لتبقى الجنة مع أول صبغة فيها تنسى هموم الدنيا وما كان فيها. هل رأيت شرًا قط؟ هل مر بك من بؤس قط؟ قال: يا ربي ما مر بي بؤس وما رأيت همًا. إذن اعلم افقه أنك في دار هي دار الكدر، هذه الدار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوًا من الأقذاء والأكدار. ابتسم عند الآلام لأن الذي كتبها هو العلام جل وعلا، فاحتسب آلامك عنده، والله أنها ستكون مدخرة، تكون مدخرة. ثم بعد ذلك أيها الحبيب أبدأ وإياكم بعلاجات الغم. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. تصدقون أن بعضنا اليوم ما قالها، ويقول: أشعر بضيق الصدر، لماذا ما عذت بربي؟ لماذا لم تعذ بالعظيم جل وعلا أن يزيح عن قلبك الغم وأن يرحم ضعفك؟ لأن الهموم إذا تزاحمت في القلب لربما أوقفت الإنسان عن العمل، أوصله الشيطان إلى اليأس، واليأس طريق إلى الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك يا عبد الله استعذ بالله، أول علاج لذ، عذ، التجئ، انكسر، ابك بين يدي الله، أعذني من الهم والحزن. لأن الحياة إذا تجمعت الأحزان فيها صارت سجن. البعض يأتيه الشيطان بمقترح يقول: اضع لحياتك حداً. أهل الاكتئاب، يقول أطباء النفس أن مرضى الاكتئاب أكثر من 80% منهم فكروا في الخلوص من الحياة، ظناً منهم أن الموت راحة، والموت من قال للمريض أنه راحة؟ الراحة يوم أن تحتسب الآلام فتقول: يا ربي عسى أن يكون البلاء، لأن منزلتي عندك لن أصلها بعملي ولكن بالصبر على الهم والغم الذي سكن قلبي. استعذ بالله واجعلها في وردك، اجعل هذا في وردك: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. العلاج الثاني للغم: كثرة الصلاة والسلام على خير البريات. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار، صلوات ربي وسلامه عليه. قال له أبو ذر: يا رسول الله كم أجعل لك إني أصلي عليك؟ أخبره أنه محب. ومن أكبر الأدلة على أنك تحب محمدًا عليه الصلاة والسلام أنك تكثر من الصلاة والسلام عليه، لا حد للعدد، لكن من صلى عليه مرةً صلى الله عليه بها عشرًا، والبخيل من بخل على نفسه. والبعض منا يصلي 100، 200 ويفتر. يا أخي أقسم بالله لو أحببت أمك أكثر من نبيك أن إيمانك ينصدع، صلوات ربي وسلامه عليه. لو تحب نفسك أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام لينكسر إيمانك وتتقهقر إلى الخلف، لأن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو الذي أنقذنا الله به من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى الهدى، ومن الضلال إلى الهدى. لذا يا عبد الله هل أنت تحبه حقًا؟ والله لو لم يكن من دلائل حبه إلا كثرة الصلاة والسلام عليه لكانت شعار المحبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله من أدمن الصلاة والسلام على رسول الله يذهب الهم من قلبه ويغفر ذنبه. وما أكرم العظيم سبحانه وتعالى جعلنا نصلي عليه في كل صلاة. لكن المحبين خاصة في ليلة الجمعة هذه، فالمحبين يا أخي الحبيب ينقطعون عن الناس، وفي ليلة الجمعة لهم أسرار، ولهم أيها الأحباب مناجات لله بدعائه، ثم ألسنتهم رطبة بذكره، ثم يصلون على من
اصطفاه مولاه فجعله خير من وطئ الثرى وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. تصلي 1000 اجعلها 2000، تصلي 3 اجعلها 4. الله أكثر والله أكبر، وفضل الله لا حد له ولا عد له، يكفي للمصلي على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن الله يبلغه صلاتك. الله أكبر. تصور اسمك فلان ابن فلان يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتباعك يا رسول الله، فلان ابن فلان صلى عليك وفلان صلى عليك، من المحروم؟ المحروم اللي ما يرفع في قوائم المصلين على خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم آمين. يا حبيبنا ما أعظم أن تكون صفحة الحب صادقة، كلنا نحبه لكن الدرجات المحبين تختلف. حبيبنا قال لأبي ذر عندما قال يا رسول الله، يا رسول الله إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي، يعني إذا صلاتي دعائي أصلي عليك نصف الدعاء، ربع الدعاء، ثلث الدعاء، إلى أن قال إذن، قال إن شئت، أي إن شئت ما رأيت وإن كان أكثر فهو خير لك، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح صححه الألباني. ما أعظم أن نلهج بالصلاة والسلام عليه. يا أحبابي والله من أدمنها لا يجد للهم موقفا في قلبه، الهموم تتزاحم وترتص في الصدر، أخرجها يا عبد الله، أطلقها، صل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أجمل إذا قال المؤذن الله أكبر أن تنصت كل من حولك وتردد الأذان بعده، ثم تسأل لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة، فإن من سألها له وقد صلى عليه حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم. في الكرب، في الكربات وفي عرصات يوم القيامة، ومهموم مغموم، وجيء بالنار، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنت واجف القلب خاشع العين شاخص، النار قد جذبت 4,900,000,000، يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، 4,900,000,000 ملك يجرونها تكاد تميز من الغيظ، فيختارك الحبيب من أمته أن يشفع لك من عذاب الله، بل ولربما تدخل الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، لأنك من أكثر من يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فصلوا عليه وسلموا تسليما. نربي أبناءنا أيضاً، تقول لابنك تحبني أنا أو رسول الله أكثر صلى الله عليه وسلم، فسيقول الصغير بل أنت، تقول لا يا بني إن الإيمان بذلك ينصدع، لا، الذي أنقذنا من النار به ربنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فتصلي عليه وخاصة هذه الليلة إلى غروب الشمس في الغد، وتجعل ذلك وردا لك دائما. اللهم ارزقنا صلاة وسلاما على نبيك صلى الله عليه وسلم دائما. العلاج الثالث للغم الصلاة الخاشعة. إذا حزب الحبيب أمر، إذا أتاه الهم، وكفار مكة يتنافسون لتضييق التضييق عليه وعلى أصحابه، ماذا يصنع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لبلال أرحنا بها، أرحنا بها، وكم واحد مهموم يأتي المخلوق مثله، أبا فضفض لك، سأشتكي لك، اسمع مني يا دكتور، اسمع مني يا معالج نفسي، اسمع مني يا مستشار اجتماعي، لا حرج، اذهب إليهم، لكن ما رأيك تشكو همك لربك وأن تجعله في سجدة، تبكي أمام الخلق والخلق لا ينفعون ولا يضرون، وتبكي لهم تريدهم أن يرحموك، ألا تبكي وتذرف الدمع أمام الخلاق الرحمن الرحيم
الذي وسعت رحمته كل شيء، كل شيء، وأنت من هذا الكون، وأنت شيء في هذا الكون، ورحمته ستسعك. ابكي على ذنبك وعلى خطيئتك، اشتك لله الهم، اشتك لله الدين، المرض، ضلال الأبناء، الهموم التي تحتوش صدرك والتي أجرت مدامعك، اجعلها في سجدة واسجد واقترب، اقترب من الله جل وعلا. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ضاق صدره صلى الله عليه وسلم، الله يخبره أنه يعلم أن صدر محمد قد ضاق صلى الله وسلم وبارك عليه. يضيق صدرك، ماذا قال؟ لا يهمونك، نعم كلامهم لا يضرك ولا ينفعك، لكن حتى يقوى جنانك ويقوى إيمانك وتستطيع أن تبلغ دين ربك، فلديك دوائين من صيدلية القرآن. الدواء الأول أدمن التسبيح، الثاني كن من الساجدين، ومع الساجدين سينزاح الهم عن قلبك. أهل قيام الليل ما يهمهم، ما تجيهم ضيقة صدر. أهل قيام الليل، سألت كبير سن تقول زوجته الصالحة، عرفته منذ 64 سنة، والله ما ترك قيام الليل في سفر ولا حضر. كم عالج من مرة؟ هل أخذ مضادات للاكتئاب؟ هل تسلط عليه وسواس؟ في طمأنينة وفي سعادة، حتى إنه يقول لمن زاره: وينهم عن القرآن ومناجاة الديان؟ يا ناس، والله الذي لا إله غيره لو تذوق لذة السجود مختلطاً دعاؤك وتسبيحك بعبرة، والله لو تذوق السجود وأنت تبكي أنك تعلم أنه لا يوجد في الدنيا لذة إلا تلك اللذة. ينسون أنفسهم، تعرج روح أرواحهم إلى مولاهم وهم في صلاتهم. لذا أيها الأحباب، صلاتنا تحتاج إلى استغفار، صلاتنا نقر، صلاتنا كصلاة المسيء الذي قال الحبيب: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ننقرها نقرا، ولذلك هي لا تنهانا عن فحشاء ولا منكر، ولا تزيل الهم من القلوب. الصلاة الخاشعة دواء، أقسم بجلال الله، دواء لضيق الصدر والهم والغم. لكن صلاة لا تنظر إلى الساعة فيها، صلاة يتجافى جنبك عن وظهرك عن فراشك تناجي ربك. هذه الصلاة التي جعلت أولئك بالأسحار يستغفرون، وكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. لماذا؟ ما يحبون النوم؟ بلى. أليس الفراش وطيء؟ بلى وجميل، بلى، لكن مناجاة الله أعظم لذة في الكون، والشوق إلى لقائه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. ما أعظم الشوق، يبدأ هنا وينتهي على باب جنات النعيم، ثم على منابر النور وأرائكها. والله ما في هم، في هم الله لا يستطيع تفريجه، عياذا بالله أن يظن المؤمن بذلك. يوجد لديك مشكلة، أليس مفاتيحها عند الفتاح العليم جل وعلا؟ يوجد في حياتك كسر، الله لا يجبره؟ والله يجبره، وأقسم بالله يجبره. يقول لي أحد الدعاة: كنت يوما في أسواق بقالة، وكنت أريد المحاسبة، وكان هناك عامل بسيط عامي، وكان أحدهم يعزي الآخر مهموم. قال له: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فرفع العامي عينه، قال: ماذا؟ كنت تظنها لا تفرج؟ والله ما تعرف الله، والله لو تعرف الله أنها ستفرج رغما عنك وعن الشاعر بعد. أي توحيد في قلب هذا؟ كيف تظنها لا تفرج؟ هي ستفرج، لكن إن تأخر الفرج فلأن الله أحب سماع صوتك ومناجاتك وطرقك للباب، ولأن لك منازل في الجنة لن تصلها بصلاة ولا غيره، ستصلها بالصبر على الهم وبمناجاة رب العالمين. فاصبر إن العاقبة للمتقين. طال همك
عدل تردد صلاتك، صلاتك تحتاج تعديل تردد، تحتاج إلى صلاة خاشعة، صلاة الله أكبر معناها إعلان للتوحيد أنه أكبر وما سواه أحقر وأصغر. ما تلتفت للبعض يرد على الجوال وينظر المتصلين ويضع أمام ساعة، والبعض منا إن صلى في البيت نقرها نقرا. ما ألوم الهم إذا دخل قلوبنا، هو يدخل قلوبنا لأن طهارة الهم أو طهارة القلب من الضيق والهم ما أتته صلاة بها اتصال. لماذا الله جل الله عندما أراد أن يفرض الصلاة رفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد السماوات العلى حتى سمع صريف الأقلام، وأن توقف جبريل عليه السلام من العروج وصعد صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه، وكلمه ربه جل في علاه وفرض عليه الصلاة. شرائع الإسلام جميعها على الأرض إلا الصلاة رفع الحبيب لها. أتدري لماذا؟ لأنها ترفعك، ولأنها الصلة بينك وبين ربك، ولأنه يحتاج المصلي إذا قال الله أكبر أن تعرج روحه إلى الله كما عرج بنبي الله. هناك تندك الآلام وتذهب الغموم والأحزان. إذن الصلاة، واعلم أن بعضنا له 40 سنة ما صلى، مع أن ما فتته صلاة الجماعة لكنه لم يصلي بعد الصلاة. ولذلك قد أفلح المؤمنون، أول صفات المفلحين في سورة المؤمنون، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاتهم لأن بعضنا يؤدي ولا يقيم. أقم الصلاة، ما قال أد الصلاة. الإقامة معناها أن تقوم بجميع جوارحك لله خاضعاً منكسراً منيباً تائباً مخبتاً باكياً. بعد ذلك إيش الهم؟ والله ما يمر عليك هم يا شيخ، والله ما تحتاج رقية، والله ما تحتاج إلى طبيب، والله ما تحتاج إلى مضادات الاكتئاب، وما تحتاج حبوب الأرق حتى تنام أبداً. مطمئن مطمئن، أنت متصل بمن؟ بملك الملوك جل وعلا. ومن العلاجات للغم أيضاً التسبيح. وذنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات يا من في صدرك هم وفي جوف الليل لك زفرة، ويا من ظلمك من ظلمك، يا من رحلت أموالك واليوم أنت مديون وكنت في غنى، يا من قال الطبيب سرطان دب في بدنك أو مرض عضال ها هو على عاتقك أو في قلبك، وتلفت للخلق وكل مشغول. جاك الظلمات الغم كما أتت يونس بن متى عليه الصلاة والسلام. ذنون عندما خرج مغاضبا فكان أن الله قدر عليه أن يقع في جوف ليل، في جوف بحر، في جوف حوت، ظلمات في ظلمات بعد ظلمات، ويناجي ربه هل هناك أمل لتفريج كرب يونس وهو في قاع بحر في بطن حوت في ظلمة ليل؟ ولا 1% من الأمل، لكنه يعرف الله. فلولا أنه يعرف الله ما سبحه. ماذا قال؟ لاحظ تسبيحه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبح وهلل واعترف بالذنب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. له وحده يا رب، وكذلك ننجي المؤمنين، له ولكم ولكل مؤمن. والله يا أحبابي لا يبقى غم وأنت تردد هذا. ولذلك كيف يأتي الغم إلى قلب مؤمن ومعه هذا الدعاء؟ لكن أن تقول الدعاء بلسانك ما يفرج الهم، حتى يتواطأ اللسان مع الجنان مع القلب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي سورة الأنبياء قصص عجيبة. أيوب 18 عام يتفجر القيح والدم حتى قذره الناس. دعاء لا يكتب في ربع سطر، ربي إني مسني الضر اشفني، ما قال اشفني، حياء من الله.
قال: وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم بي من نفسي. تدري لماذا ما قال أيوب اشفني؟ لأنه أو يفوض الأمر لله، إن كان بقائي مريضا خير لي عندك يا مولاي فأبقني مريضا، وإن كانت عافيتك أقرب فأنا مسني الضر. الله أكبر، ما أعظمها! فاستجبنا له، فقط اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وتعود العائلة كاملة والمال والنبوة عادت، وجميع المقاييس المادية تقول لا يخرج ذو النون من البحر ولا يشفى مرض وعلة أيوب. من الذي شفاها؟ هو ربك. حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء إبراهيم قبل دخوله للنار ما جعلها الله مطفئ، الله قادر يطفئ النار، خلاص يسقط وتطفئ، لا، المعجزة تأتي بماذا؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. يا سبحان الله، يعني نواميس الكون والذي تجري به الأقدار فيما يعلمه البشر من مقدمات معلومة لها نتائج معلومة، تتوقف جميع الحسابات البشرية إذا أراد الله شفاءك أو غناك أو ذهاب غمك. فلماذا يا عبد الله لا تلهج؟ بعضنا يبكي ويولول ويشتكي، بل بعضنا إذا أهمه أمر ما يصلي، يقول تراني مهموم واصل لين هنا، فكني من شرك. مسكين، أنا ما عندي، ما أقدر أصلي في الجماعة ولا أقوم الليل، أنا تعبان، ارحموني. والله إن الرحمة 100 جزء أبقى الله عنده 99 منها، وما أنزل منها إلا واحدة، وأول آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله الرحمن الرحيم، وتبحث عن مخلوق مثلك تريده أن يرحمك، وهل عنده شيء؟ والله لا يعطيك أحد شيء إلا بأمر المعطي سبحانه، ولا يمنعونك إلا بأمره، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا رد لما قضى. صلح وضعك مع ربي. يقول أحد الدعاة: كنت أسير في طريق فوجدت واحد من الشباب كان يفحط، وكان أصحاب صاحب مخدرات وذاق الهداية فاستقام، وكتب خلف سيارته لوحة: زينها مع الله وتزين. باختصار يقول: يوم زيناها مع الله زالت. ولهذا عدل علاقتك مع الله. بعضنا علاقته مع زوجته ومع أمها مع جاره مع مديره، صدقون حتى مع مديره تلقاه أكثر هدوءا وخشوعا بين يديه من وقوفه بين يدي الله. إذن التسبيح من علاجات الغم، التسبيح والتهليل، وتجمع بين التسبيح والتهليل والاعتراف بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلها يا عبد الله، رددها وأبشر. وإياك أن تجرب، بنجرب التسبيح 2 أسبوع، إن راح الهم ولا ترى اسمحوا لي آسف. أنت تقايض الله؟ هل تقايض الله بعدد؟ أنت عبد ما خلقت إلا للعبادة. أخرج زفير صدرك بتهليل يخرج الألم من قاع القلب ويورق من جديد ويعود ربيعا. من علاجات الغم، ما أدري 5 أو 6، الاستغفار وإدمانه. ليس الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار، ترى بعضنا يستغفر ويحتاج إلى أنه يستغفر من استغفاره، لأن استغفار هذا لا يجيب ولا يودي ولا يحصن ولا يورثه سعادة ولا يزيل همًا. بس في خطأ كبير يرتكبه بعض المستغفرين، أنه يستغفر لأجل رزق ينتظره. لا يا أخي، تستغفر البنت 2 شهر عشان تتزوج، والشاب عشان يتوظف، والمريض حتى يشفى. الاستغفار طلب المغفرة من ذنوب خلت لا تعلمها الله يعلمها، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كم من ذنب منذ البلوغ إلى الآن والله ما نحصره. تستغفر إذا كان الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة التوديع
سورة التوديع سورة إذا جاء نصر الله والفتح، هذه قال الله في آخرها وهي يودع الحياة: فسبح بحمد ربك واستغفره. أمحمد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يؤمر أن يستغفر؟ فلهذا كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بالاستغفار والتسبيح، وأنا وأنت ما نستغفر؟ الاستغفار طلب المغفرة، فإذا طلبت المغفرة وأدمنت ذلك في كل ساعة وكل دقيقة كان من نتائج طلب المغفرة أن يزيل الله عن قلبك كل هم وكل غم، بل ويرزقك من غير ما تحتسب. الله أكبر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وفي رواية ورزقه من غير ما يحتسب. صدقون إن بعضنا يثقل عليه الاستغفار يمل من رحمة الله، مثل بعضنا إذا رفع يديه يدعو ماذا؟ اللهم اغفر لي وارحمني، وقف خلص، انتهت الرغبات، ما عندك طلبات، ولا عندك لأمة الإسلام دعوات، وليس عندك هم من يزال، ولا مرض يدفع، ولا بلاء قد يقع بك تسأل الله أن يدفعه عنك، أمور كثيرة. بعضنا يا أحبابي مع البشر في استراحات مثل هذه الليلة يقعد إلى الفجر يسولفون: يا أخي فلان سوالفه، يا أخي تقول ماء مطر، متلذذ بسماع سوالف نصفها كلام فاضي ونصفها كذب ونصفها خميرة الشيطان، سالفة 5 دقائق صارت 50 دقيقة، وأنت تعرف أنه مو بصادق وتتلذذ به. أين الله الذي سبحانه وتعالى كلامه طب للقلوب وطب للأبدان، وكلامه وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأمراض النفسية البدنية، شفاء ورحمة للمؤمنين. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. الاستغفار وأمثلة الاستغفار كثيرة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله فقط، اللهم أنت ربي. يا أخي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سيد الاستغفار، لو تقولها الآن فتموت قبل طلوع الشمس وجبت لك الجنة. يا أخي تطمئن من النوم ولا لا؟ وإذا قلتها في النهار ومت قبل غروب الشمس وجبت لك الجنة، بشرط أن تقولها موقنا من قلبك كما ورد في حديث الصحيح، موقنا. يا أخي الله غفور، يا مسلم من رحمة الله أن ذنوبنا لربما هي التي تدخلنا الجنة. يا شيخ النار لا الجنة، تأكد؟ متأكد والله، يعني ذنوب 40 سنة أنا أعصي كبائر وصغائر وبعد ذلك أدخل الجنة لأني كنت مذنب؟ نعم، لأنك تبت بعد الذنب واستغفرت بعد الذنب، فجعل الله ذنوب السنوات الطوال حسنات. رب غفور يا شيخ، رب كريم، ومن رحمته إذا استغفرت أجلى عن قلبك الهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله غيره. يا شيخ والله من خلا بالله فسيتنقل بين استغفارة وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة قرآن، تجده في أنس لا يقطعه. يا شيخ قعد معنا سولف معنا نقطع الحديث، يا شيخ نعطيك 5 دقائق 10، لكن العمر قصير. ثم إننا جميعا أحبابي نشعر أننا إذا ضعفت صلاتنا وتسبيحنا والله إننا نشعر بتلوم الحياة علينا. أنا أتكلم عن نفسي، والله من يوم تضعف تسبيح استغفار صلاة أن الإنسان يبدأ يخاف من كل شيء ومهموم من كل شيء، والحزن والغضب هي جلاء القلوب ذكر الله، إن القلوب لتصدأ ألا وإن جلاءها ذكر الله. الاستغفار إذن أيضا من العلاجات. قبل الختام، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أحبابي لا حول ولا قوة إلا بالله تفتح كنوز الجنة، إيش همك وغمك؟ يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله توحيد، كلها توحيد، الحول والقوة بيده، إذن والله ما أخاف. أعرابي قال له داعية أو واعظ: ويلك من الله. ومرة ثانية قال: يا ويلك من الله. وكل ما شافه قال: يا ويلك من الله. فقال الأعرابي له: من سيحاسبني غدا؟ قال: الله.
قال الله؟ قال نعم. قال وهل عرفنا الخير إلا من الله؟ حل عني بس فكني من شرك. كأنه يقول هو أرحم بي منك ومن كل خلقه، هو الرحمة، الرحمة عنده سبحانه هو الرحمن، هو الرحمن كتب كتابا عنده على العرش. والله يا أخي لا يهلك إلا هالك، والله ما يهلك إلا هالك، كتب هذا الكتاب على نفسه جل في علاه، يقول إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا في الصلاة في الأذان إذا قال المؤذن حي في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن لن يأتي للفلاح والصلاة إلا من أراد الله بحوله أن يجري أقدامه، وبعضهم ما يجري، فاحمد الله إذ أجرى أقدامك لطاعته. فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة وتفتح الغم والهم. اسمع هذا العلاج، يمكن الأخير، هذا الدعاء لإزالة الهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعلمه، والذي لم يتعلمه بعد قد جنى على نفسه أعظم الجنايات، وجعل الهم يسكن قلبه، والفرج يبعد، والفرح يبعد، والغم يسكن. ما هو هذا؟ علمه أمته ما هو؟ اللهم أنت ربي، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، نور صدري، جلاء غمي أو همي وذهاب غمي، وكل هذا جائز. قال الحبيب من قالها إلا أبدل الله همه فرحا، وفي رواية فرجا. قالوا يا رسول الله نتعلمها؟ قال وحق على كل من استمع إليها أن يتعلمها. مفتاح للغم بعضنا ليس موجود معه، مع أن هذا يخرج الغم من القلب بل ويبدله فرح. وإياك يا عبد الله، يا مغموم، يا مهموم، يا مريض، يا خائف، أن تقول كيف؟ كيف تقولها لي أنا وأنا أقولها لك؟ مخلوقين مساكين، كيف؟ لا نعلم، لكن كيف بدون قصص وتكتفي بالكتاب والسنة؟ بدون كيف انفرجت، كيف ولد لزكريا؟ وكيف ولد لإبراهيم وهو ابن التسعين عليه السلام؟ وكيف شفي أيوب؟ وكيف خرج يونس بن متى؟ وكيف سلم الحبيب من كيد مكة وهم على غار ثور؟ كيف؟ تقدر تطلع لي كيف؟ ما في منطق، ما وقف المنطق وابدأ في شيء للغيب. عالم الغيب والشهادة لا يعجزه سبحانه شيء في ملكه، لا يعجز الله شيئا، لأنه هو الملك ونحن مملوكين، ولأنه المعبود ونحن العبيد. لذلك ادعو هذا الدعاء وأمثاله، ووالله إن الهم ينزح، الهم ينزح. وأقولها في الختام، جيلنا القادم من أبنائنا جيل السرعة والتقنية، أخشى إن لم نربهم بتقوية العلاقة مع الله أنهم لن يصلوا إلى مراحل من الشباب إلا وقد زالت كثير من الطمأنينة والسعادة من قلوبهم، لأن من كان لا يؤمن إلا بالماديات يتعثر في الحياة، الذي لا يؤمن إلا بالماديات يتعثر في الحياة. يا بني استيقظ وصلي الفجر، أبوي أنا تعبان. يا بني أنا لا أرزقك ولا أحميك ولا أعطيك، الرزاق هو الله، الذي إذا خرجت مصليا من المسجد صرت في ذمته هو الله. أنا خائف عليك من الله، لأني أنا وكل ما عندي ما أقدر أدفع عنك عقوبة الله إذا حلت بك، فعد إلى الله يا بني. وتلاحظون فتيات وشباب في غنى وفي خير
وفي بيوت جميلة وأثاث وسيارات وعطور ومطاعم، ولكن الهم يعصف بهم، مهموم مغموم. ما الذي ينقصه؟ هو ينقصه أن يعرف الله بس. ولذلك الدنيا كلها اجتمعت في سؤال في القبر: من ربك؟ من ربك؟ سؤال معلن مسرب، كل يقرأه يعرفه، ولكن الرسوب كثير. والذي لا يعرف الله فوق الأرض، فما فوق الأرض عذابه وآلامه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما أعظم أحبابي هذا العظيم سبحانه الذي حمانا من الهموم والغموم لنعيش فوق الأرض. ليس معنى ذلك أن لا تصاب، لا، ستصاب بالهم والغم، لكن إذا كان التوحيد عندك تبسمت للقضاء إذا حل بك، راض على ربي، فرح بأنه ما أصابني إلا أنه يحبني. يا أخي يكفي إذا تذكرت أن الله جل وعلا يبني قصور لآل الحامدين في الدنيا على البلاء ويسميها بيت الحمد لأنهم رضوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله باسمه الأعظم في ختام هذا اللقاء الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، أن يفرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وعاف مبتلانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واغفر لموتانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا، واختم بالسعادة آجالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور، اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مبتلًا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا وإيماننا، احفظ أمن مملكة البحرين يا رب العالمين، واحفظ ولاة أمورها، واجعلها أرض خير وسخاء ورخاء، يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. احفظهم يا رب العالمين من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم من أراد البحرين وأمنها وولاة أمورها بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا رب العالمين. اللهم وبارك في عمر من رفع هذا البيت ورفع قواعد هذا البيت، بارك له في عمره، وبارك له في ماله، وبارك له في صحته، واغفر لوالدته ووالده. اللهم آته أجره مرتين يا رب العالمين. شكرًا لأحبتنا في جمعية المحرق الخيرية هذه الدعوة المباركة، شكر الله لهم يوم أن فتحوا لنا هذا الباب من أبواب الخير. أسأل الله أن تكون ختام هذه الكلمة أن ننادى من السماء نداءً يرحل بذنوبنا وهمومنا، وأن يؤمننا الله مما نخاف، ويعطينا ما نرجو، أن ننادى أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.